في التغريدات. الأغنية الجديدة اللي تعاون مع علي صابر حتكون باللهجة العراقية، لولا شهد عمر، لو ايه، لو ايه يا رب العراق، حناكل باتش ان شاء الله، حناكل باتش ومسقوف وانا معكم. وانت لا انت لا. ماجي بحبك كثير وبشكر دعمك لصفحتي. سؤال لإلك، بشو بتلاقي حالك افضل، تراجيديا ولا كوميديا؟ ارزت لبنان. بالاثنين، انا بحب اثنين. تراجيديا ولا كوميديا؟ اثنين. تراجيدي. طيب تراجيدي. نصيف، امتى راح تنزل الاغنيه الجديده؟ والله انه خلص انت بدك تحمسنا، بس والله نحن تحمسنا وتحمصنا كمان. والله بليك انا مثل الناس، انا في اغاني جاهزه يعني، صرت عايد حالي اكثر من مره، بس الاوضاع منا يعني صحيح. انا بالنسبه لي بحس مستحي اعمل شيء والله العظيم. لا لا، الدنيا بدها رواء يا ابن الحلال، وبدنا نشوف رودي قاعدين بالبيت. وده ماجي منوره، حابين نعرف اذا خلصتي من موضوع فوبيا الثلج. سليم؟ لا بعد. بعد؟ طيب انا رجل بحفظ السر بالصوت والصورة. ماجي أبو غصن بسمعكم شو بعتت لجسي. أنا رجل بحفظ السر، شايدة بحفظ السر وماشي الحال. اعتبروني شوف البادي لانجويج تبعها. عم تفتني، عم تفتني، هلأ بفرجيكي، بدي جرسك بالحلقة، فضايح على الهوى. هاي مش أنا، مش أنا، أنا على الهوى. أي ساعة بعت؟ مش أنا، مش أنا، مش أنا، مش أنا، مشان تعرفوا. مش أنا، مش أنا، مش تعرف. مش أنا. طيب.